يا سهر الليالي يا حلو على بالي غني غني. اهلا بكم في فلوج جديد من اشبال. بدات اليوم في باترون وكان بقالي 3 ايام من ساعه ما دخلت الاير بي ام بي دي مش لاقي الريموت بتاع التكييف. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ وفي النهايه اكتشفت ان الدبدوب ده هو الريموت. الشمس طلعت اخيرا اخيرا اخيرا. طبعا عديت على فرن مرشاي الاول وجبت لي منقوشه. مش طبيعي والله، عامله زي البيتزا. بعديها بدأنا نتحرك من باترون على جبيل أو جبال، وبما أننا دخلنا مدينة جديدة فطبعا عدينا على حاجز للجيش، وزي ما قلتلك أنت بس بتقول يعطيك العافية وبتعدي عادي. وصلنا جبيل أو جبال، أنا لحد النهاردة بتلخبط في الاسم، بس المهم إن إحنا وصلنا، فخلينا نلف شوية في السوق. أول ما بدأت أتحرك في السوق حسيت نفسي في خان الخليلي في مصر، بس من غير الزحمة أو العجقة زي ما بيسموها هنا. في المكان ده بقى ممكن تشتري فاصلز او متحجرات او حفريات، مش متاكد اسمها ايه يعني بالعربي، بس هشرحها لكم. على حسب كلام الست اللي كانت في المحل قالت لي ان الجبال اللي احنا شايفينها دلوقتي في لبنان في كتير منها كان تحت المايه، فلما الجبال دي طلعت مع الوقت فوق المايه في سمك كتير اتحشر بين الاحجار. الاحجار دي بقى بيجيبوها ويكسروها وتلاقي السمك معلم فيها زي ما انتم شايفين كده. فلو انت بتحب الحاجات دي وعايز تحتفظ بيها ممكن تشتري لك واحده من هنا. بعد ما لفينا شويه في السوق صورنا شويه انترفيوز علشان البرنامج، وبعديها جبنا ايس كريم ورجعنا تاني على باترون. ولما رجعنا باترون كلنا على السريع وبعديها كملنا تصوير، ولما خلصنا تصوير الشباب دول عرضوا علينا انهم يدونا قصدوره او يفسحونا يعني. الف ليله. انا حبيبي. الله. حلو اللايت هاوس هون رؤوف هون المينا دول ايه؟ يا هيدا المينا طبعا البور اللي جينا عليه. اوكي هون ذا بيكتشرز كلهم لوكلز اخذينهم والله، وكمان في منهم لباترون قديم. اول شيء الاكل ضروري. الاكل لازم ناكل يا اهدل. لازم اكل. شو ما سمعتك زايد؟ كبس غردويه. ايه اسمريبه. يا الله. مطعم اسمه بيت ستة. وبعد يوم طويل كله تصوير في الشمس طلعت على البحر شوي. بعديها جبت حاجه شبيهه للحواوشي كده من مكان اسمه دكتور كفته، بس كانت رفيعه قوي وما بتشبعش، عامله زي الابيتايزر يعني. فرجعت استحميت ورحت كلت برجر وكنت بنام على نفسي زي ما انتم شايفين كده. طيب انا كنت حابب اوريكم الاير بي ام بي اللي انا قاعد فيه، وهو نظيف بس يعني انا اسف زي ما انتم شايفين كده، انا لما ببقى مسافر ببقى شخص همجي جدا، فالدنيا مكركبه. المكان جميل الصراحه، فانا هحاول اوريه لكم بعد ما انضفه. طيب ده المكان بعد ما روقته. المكان ده على ما اتذكر كان ب 95 دولار في ايام الويك اند و 85 دولار في الايام العاديه، بس باترون بشكل عام تعتبر غاليه مقارنه بالمدن الثانيه في لبنان، لانها تعتبر زي مصيف كده زي الساحل عندنا. الحمام الشقه بس صغير شويه. وزي ما انتوا شايفين كده لميت حاجتي علشان نطلع على البقاع او البقاع يعني. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وكالعاده لو عايز فيديوز اكتر هتلاقيها في الستوري هايلايتس على انستجرام.